اهلا بيكي. في البداية عايزة اطمنك وابشرك ان شاء الله ربنا هيكرم واياد هيتم شفائه على خير. قولي لي، عرفتي ازاي برنامجنا اطفال ولكن؟ عرفته عن طريق اعلان على النت، على الفيس، على الفيسبوك. عرفتي من صفحتنا يعني؟ حلو قوي. قولي لي بقى، كلميني اكتر عن حاله اياد. امتى ابتديتي تكتشفي فعلا ان اياد عنده مشكله؟ ثاني يوم الولاده على طول لقيت فتحه الشرج مقفوله من تحت. عملنا له عمليه ثالث يوم اتولد. جميل. عمليه اولانيه كولوستومي، هو بيعمل حمام كامل. اياد عايز يتكلم في المايك. طب هتقول ايه؟ طب قول، هتقول ايه؟ مش هتقول حاجه، خلي مامي بقى تتكلم. اتفضلي. عمل اول عمليه اللي هو بيعمل حمام من الجنب زي حاجه مؤقته كده، لان فتحه مقفوله من تحت مش عارف يعمل حاجه. وعمل تاني عمليه لان فتحه اتفتحت يعني من تحت، بس برضه لسه بيعمل من الجنب. فجينا النهارده ان شاء الله عشان ناخد ميعاد يعني العمليه الاخيره ان شاء الله. كنت تتوقعي ان احنا نتواصل معاكي وهنتقابل في اقرب وقت كده؟ بصراحه ان شاء الله ربنا هيتم شفائه على خير. ودلوقتي هيتم اخر اجراء للموضوع، وهتروحي للدكتور المختص اللي هياخد كل بيانات اياد عشان ان شاء الله يتم تحديد العمليه في اقرب وقت باذن الله. ان شاء الله. اشكرك. عايزاكي تضحكي، اضحكي، مش عايزاكي تزعلي ابدا. ان شاء الله ربنا هيشفي يا رب. ان شاء الله. عايزاكي ما تقلقيش، انا هسيبك دلوقتي هتنزلي تعملي اخر اجراء، هنفضل معاكي لحد ما اياد يكمل العمليه، وان شاء الله نصوره بعد العمليه لما ربنا يتم شفاءه على خير. اشكرك. اتفضلي.